هو انا ينفع احكي لك عن اخويا؟ ينفع طبعا. عارفه زمان وانا عيل صغير كنت طول الوقت قاعد لوحدي في اوضتي، قاعد في السرير كده بقرا، ولو ما لقيتش اي حاجه اقراها بفضل ما بحلق في السقف. بابا وماما كانوا بيتحايلوا عليا يعني ان انا اخرج والعب واتنطط زي العيال، بس انا كنت برفض. عارفه كنت برفض ليه؟ عشان كنت جبان، كنت بخاف اخرج بره الاوضه، لاني خايف من اللي بره الاوضه. ما كنتش بلعب مع حد، كنت بخاف اصاحب حد فيرفضني او حتى يضربني. ما كنتش بروح حته لاني كنت بخاف اعدي الشارع. عمر اهلي ما حسوا بالحكايه دي، الوحيد اللي فهمها هو اخويا. لقيته مره داخل الاوضه وبيقول لي ايه؟ خايف من ايه؟ دهيت قوي ان هو كشفني، اتنرفزت، قلت له انا مش بخاف من حاجه ومش بخاف من حد. ابتسم ابتسامه طمنتني وطبطب عليا. خدني وخرجنا، عملنا كل حاجة، اتفسحنا في كل حتة ودخلنا السينما وعملنا صحاب. ورجعت يوميها بالليل مش مصدق نفسي، كان أسعد يوم في حياتي. ومن ساعتها وأنا مش بسيبه، أي حتة بيروحها بروح معاه. كانت الناس بتقول عليا إن أنا ضله، بس الحقيقة هو اللي كان ضلي، كان بيحميني من أي حد، من أي حاجة حتى لو مش موجودة. لما كبرنا واحتاجني بجد خنته وخنت نفسي، كلنا بنغلط يا هشام، بس مش كلنا بنسامح. انت بتحكي لي الحكايه دي ليه؟ انت خايف تكون خذلتني؟ انت ما خذلتنيش يا هشام، بس ما عملتش المفروض ان انا اعمله معاكي. اديتني اكتر بكتير من اللي انا كنت محتاجه له، اديتني اهم من الادوية، اديتني حد احبه ويحبني. مش انت برضه بتحبني؟ انا بموت فيك، انا بحبك اكتر من اي حاجة ومن اي حد في الدنيا كلها. وبتحب اخوك كمان. بس عمري ما قلتها ولا حتى حسسته. يلا عشان كده بحبك قوي.